بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بكم في هذا اليوم، ولا زلنا في أحكام الحج، وكذلك عند الانتهاء من مناسك الحج. فإن من عادة العلماء أنهم يبينوا أحكام العمرة وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، والعمرة ليس لها وقت، فتصح في أي وقت من أوقات السنة، فلذلك هي ليس لها وقت مخصوص كما هو الحال بالنسبة للحج. فيحرم بالعمرة من الميقات، وذلك تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى، فلا يتم تجاوز هذا الميقات، المكان الذي وقته أو وضعه النبي وحدده النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ماشيا أو كان في الطائرة. فالطائرة بالمحاذاة أن يحاذي هذه المواقيت، فلا فرق بين أن يكون سائرا على قدمه أو راكبا لدابة أو راكب لسيارة من دور واحد أو من دورين كالباص مثلا، أو أنه مرتفع إلى السماء، كل ذلك فإنه يجعل الإنسان متى ما وصل إلى الميقات فإنه يحرم بالعمرة. وأدنى الحل التنعيم، وهو لمن كان في مكة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى، فإنه يخرج إلى التنعيم، وهو الآن في المسجد، عند المسجد الذي يسمى بمسجد عائشة رضي الله عنها. وذلك لأن عائشة رضي الله عنها عندما أرادت أن تأتي بعمرة فإنها ذهبت إلى هذا الموضع وأتت بعمرة مرة أخرى، فلذلك سمي بمسجد عائشة لأنها صلت هنا، فسمي بمسجد عائشة. إذن هكذا بالنسبة للتنعيم، حتى أي من التنعيم أي منطقة التنعيم، حتى بالنسبة لأهل مكة فإنهم يحرمون منها. وبالنسبة لمن لم يحرم من الميقات، دخل بدون إحرام لأي سبب من الأسباب ولم يرجع إلى الميقات، فإنه عليه دم في هذه الحالة. إذن الإحرام، ثم بعد ذلك يدخل إلى مكة ويطوف ويسعى، وبعد الطواف والسعي فإنه يحلق أو يقصر ويكون قد أتى بأفعال العمرة. العمرة تجوز في كل وقت حتى في أشهر الحج، وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويقولون بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. أتى الإسلام وأجاز العمرة، سواء كان ذلك في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة، هذه تعتبر، ومنهم من قال ذو الحجة كاملا، فهذه تعتبر أشهر الحج. إذن لا تكره في أشهر الحج، وكذلك بالنسبة ليوم النحر لا تكره، يوم عرفة لا تكره، طبعا يوم عرفة لغير الحاج. وبالنسبة للإكثار منها، اختلف العلماء في الحد من في الإكثار منها، فنجد بأن الإمام أحمد يقول أنه في كل شهر مرة، هكذا ذهب الإمام أحمد. الإمام مالك كان يرى أن السنة في السنة مرة، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان قد فعلها عليه أفضل الصلاة والسلام في السنة السادسة والسابعة وبالنسبة للثامنة، فنجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعلها كل سنة. فلذلك الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة كان مشهورا ب حبه لمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام
في كل كبيرة وصغيرة، فلذلك كان يقول كل سنة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر، 3 منفردة وواحدة مع الحج. 3 المنفردة هي في السنة 6، 7، و8، والتي مع حجة الوداع هي التي كانت في السنة 10 من حجه، من هجرته عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالنسبة لي الأكثر منها، من كان في مكة وأراد أن يأتي بعمرة أخرى فقد ورد ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومنهم من قال بأن هذا لا أصل له، والصحيح أنه له أصل، وأصله فعل عائشة رضي الله عنها عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج بها إلى التنعيم وتأتي بعمرة بعد عمرة. وقد أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أن ما قامت به يكفيها عن حجها وعمرتها، لكن لما أصرت فأجاز لها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا يبين لنا المشروعية في حق ذلك. العمرة في رمضان لها فضيلة لأنها أعمال صالحة، ووافقت كذلك وقتا مباركا وهو شهر رمضان، وهي كما ورد في الحديث الشريف تعدل حجة، فلذلك يستحب للإنسان في رمضان أنه يعتمر، وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأم معقل عندما فاتها الحج وقد نوت أنها تحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فارشدها إلى العمرة في رمضان. كذلك بالنسبة للعمرة اختلف العلماء هل هي واجبة في العمر مرة أو لا، على قولين. فقول وهو الجمهور أنها لا تجب وإنما هي مستحبة، وأخذ بذلك جمهور العلماء. والفريق الثاني قالوا بأن العمرة تجب في العمر مرة كالحنابلة، قالوا بأن العمرة تجب في عمر الإنسان مرة واحدة، ويكفي أنه إذا أداها مع حجه إن كان قارنا أو كان متمتعا فإن ذلك يكفي. وبالنسبة للعودة إلى الحج فأركانه 4، وهناك خلاف في هذه الأركان، بعض هذه الأركان فيها خلاف، أما ما ليس فيه خلاف الإحرام، ليس فيه خلاف الإحرام، نقصد فيه ليس اللباس الإحرام وإنما نية الدخول في النسك، هذا يسمى إحرام. ودليل هذا الركن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو الدليل. الركن الثاني الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ركن من الأركان، لا يصح الحج إلا به، فمن وقف ولو كما بينا سابقا ولو مارا ولو لحظة ولو كان يعني في أي حال فإنه يصح وقوفه بعرفة، والدليل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وكذلك الركن الثالث الطواف، طواف الحج، ويسمى طواف الزيارة ويسمى بطواف الإفاضة ويسمى بغير ذلك من الأسماء، لكن هو الطواف الذي هو للحج لقوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. السعي كذلك من الأركان عند جمهور العلماء خلافا لبعض الفقهاء كالحنفية، قالوا بأن السعي لا يعتبر ركن وإنما من الواجبات. والدليل على أن السعي من على من عند من قال بأنه ركن استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وكذلك ما يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سعى وقال لتأخذوا مناسككم. أما الواجبات فبحسب الاستقراء فإنها تكون 7. هذه الواجبات الإحرام من الميقات المعتبر
بأن يبدأ إحرامه من الميقات، فإذا تجاوزه يكون عليه دم، فلذلك نقول من الميقات واجب والإحرام ركن، فلو تجاوزه إذن يصح الإحرام مع وجوب الدم. الوقوف بعرفة إلى ما بعد المغرب لمن دخلها قبل المغرب يجب أن يجعل شيئا من الليل مع النهار، المبيت في المزدلفة لغير أهل السقاية والرعاية، رعاية نقصد رعاة الإبل، وكذلك عندما نتكلم عن المبيت، المبيت نقصد المبيت في منى لغير أهل السقاية والرعاية، وكذلك بالنسبة للمبيت في المزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، ويستثنى من ذلك السقاة والرعاة، ورمي الجمار يعتبر من الواجبات وتكون مرتبة كما ذكرناها، والحلق والتقصير، والحلق للرجال والتقصير، والمرأة تقصر فقط، والوداع على من قال بأن الوداع واجب من الواجبات. بقية الأفعال تعتبر سنن، من تركها فإنه لا شيء عليه في هذه الحالة، كما هو الحال بالنسبة لطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة، يستحب أن الإنسان يبيت في منى كما بينا. الضباع بأن يبين كتفه أو الرجل أن يجعل طرفي الإحرام على عاتقه الأيسر ويظهر زنده الأيمن، وكذلك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، هذه كلها تعتبر سنن، من تركها لا شيء عليه. وكذا بالنسبة لتقبيل الحجر الأسود فإنها سنة من السنن، ليس عليه شيء في تركها، وكذا بالنسبة للأذكار والأدعية، وأن يرقى الصفا والمروة للرجال خاصة، أما المرأة فإنها لا ترقى الصفا والمروة، يعني لا تصعد فوق الصخور الموجودة، وإنما فقط عند أول ما تصل إلى الصفا والمروة دون أن تصعد للصخور الموجودة. بالنسبة للعمرة أركانها ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي، والسعي محل خلاف بين العلماء، ما بعدها فإنه لا يكون مؤثرا على صحة الحج. الواجبات للعمرة كذلك الحلقة والتقصير، فهذا يعتبر واجب من الواجبات، إذا ترك فإنه يجبر بدم. الإحرام من الميقات، فإذا تجاوز الإنسان الميقات وأحرم بعد ذلك فعليه دم. إذا قلنا دم يعني يذبح شاة في مكة وتوزع لفقراء الحرم، ليس تخرج إلى خارجها إلى غير الفقراء للحرم، لأن فقراء الحرم لهم مزية على غيرهم. إذن يجب أن يقوم بذلك، فهذه هي الواجبات. وأما كما ذكرنا بأن الإحرام يعتبر هو من الأركان، نقصد نية الدخول بالنسك، فلا تصح عمرة إلا بهذه النية. من ترك واجب من الواجبات كما ذكرنا عليه دم، وبالنسبة لمن ترك سنة من السنن لا شيء عليه، أي ليس عليه شيء في تركه لهذه السنة، ولا يجبرها بأي شيء. وإن شاء الله سوف نأخذ في الأسبوع القادم ما يتعلق بالفوات والإحصار. نقف هنا مع أذان العشاء، نأخذ الأسئلة التي وردت. هل سورة البقرة قراءتها تحصن البيت ثلاثة أيام؟ نعم، سورة البقرة لها فضيلة ومزية، وتقرأ فإنها عندما تقرأ في البيت فإن ذلك تحصين من الشياطين، وأما التحديد بثلاثة أيام فليس له أصل. حياك الله أخي الكريم.
جميعا. لم أجد سؤالك أخ طارق، إن شاء الله إذا لم ترسل السؤال بإمكانك إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وإن شاء الله على تواصل، ونلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع. تقرأ البقرة كاملة ولا عادي نقرأ على أيام؟ لا، تقرأ كاملة، تقرأ كاملة البقرة، فإن قراءتها فيها بركة، فتقرأ كاملة. إذا كنت لا تستطيعين قراءتها بإمكانك أنك تشغلي المسجل أو الآن الأجهزة الذكية فتكون موجودة وتنصتي إليها. نسأل الله عز وجل لكم الحفظ والسلامة، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع المقبل يوم الأحد. إحنا لقانا كل أحد وثلاثاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ورحمة